قصر المنار للحفلات، يبغى شي حفله. علاش بديت الصور عاود من هنايا؟ هو هاد لو منار بارك اللي كتشوفوه اون فاس، بعيد شويش، مي كنت صورته قبل ما كنت باقي فيه لي طرابو. دابا نتوما كتشوفوه راه داز هاد الصيف، راه يعني كان خدام، ولكن بحكم ان الشتنبير دابا حنا علينا فان سبتمبر، اليوم 29 في الشهر، اذا اقفل الابواب حتى الموسم المقبل، موسم الصيف المقبل. وهذه الاشياء اللي ربما هذه كتجلب شويه ديال شويه السياحه وشويه، انما عندي واحد الملاحظه على لي بري، يديروا بحال اللي كيديروا الناس. اسعار الى عندك البطاقه بانك من قاطني المدينه، خاص يكون واحد راك ولد المدينه زعما، وراه هادي في بحال واحد مول الدار، ما يمكنش انا نخلص شي حاجه اللي هي زايده وسعر خاص بالمغاربه وسعر خاص بالاجانب. فاذا مشيتي على برا راه كيتعاملوا بنفس المنطق، ولد المدينه يقدر يخلص شي حاجه بثمن رمزي، انا باش كيخليو داك اللي كنسميوها بحال لو فون درو المون، يعني ديك الحركه باش كيدوروا الحركه العام كله، يعني ديما كاينه لا كليونتيل واخا ما يكونوش سياح، وكاين تشجيع السياحه الداخليه عاود، كيكونوا بعض الاثمنه تفضيليه. انا مغربي غادي نمشي لمراكش وغادي نمشي لوتيل، كنخلص اكثر من الاجنبي اللي كيجي من جو سي با من روسيا ولا من، وهذا راه ما عنده حتى معنى، لدرجه ان كانوا بعض المغاربه كيعيطوا للعائله ديالهم كيريزيرفيو لهم من برا. شحال هادي دابا جو سي با فين وصلت هاد الاوضاع ديال مع ظهور دابا هاد التقنيات الحديثه اير بي ان بي وهاد لي ريزيرفاسيون اونلاين، غيرت المنطق التقليدي في التعامل مع الزبناء. قلت الثالث، المساله الثالثه هو انه السائح راه كيجي بالشكارة عامرة، خصو يتسارى لي بري بعض المرات على حساب القدره الشرائيه ديال السائح، اذا كان الدخل ديالو مرتفع راه ملي كتقول له خلص 100 درهم باش تدخل لابيسين، بالنسبة له 10 اورو ماشي شي حاجة. حق حنايا تقول على المواطن وعنده 4 ولا 5 دراري، معناها يعني كنعتبرونا اعتداء، حنا اغريسيون، وخاصة الأسر المغربية متعددة الأفراد، والدخل نتوما كتعرفوه، يعني هاد الأشياء هادي خص أصحاب المشاريع يراعيو، هاد نشجعوا بعضياتنا اللي في شي قطاع كيراعي المصلحة الآخر وربما هذه من الحوايج اللي كتجعل المغربي حتى الا خلصها كيبقى فيه الحال، لدرجة انه كينتقم بشي طريقة، اما جو سي با، اما كيخسر لاسونسور، اما كيهرش شي بريز، اما كيدي شي تيليكوم. لا انا والله ما كنعمل هذا الشيء بالله، ولكن كتوصلني اخبار. وواحد المره كنت غادي في تران في لوين سيف، جيت اونكور ايتيديون، وكانوا ركبوا معنا واحد مجموعه ديال المغاربه، ما غادي نقول شيء لاي فئه كينتميو، نخلي شويه وان كان قديمه هذه المساله هذه، اللي كيتذكر لي ريدو اللي كانوا في تران كانوا اللون ديالهم اورانج وكان مكتوب فيهم لوان سيف، واحد جبد من الصاك ديالو موس وقطع داك لو ريدو، قطعوه وطواه ودارو في الصاك، قال غير هما يجريسيونا حنا ما نجريسيوش. دونك رد الفعل راه كيكون، حنا نربيو المواطن على اساس اننا نفكروا فيه باش حتى هو عاود كيكون ايجابي في سلوكه وفي تصرفاته. مجرد وجهه نظر، يمكن
بعد ما ربما ما يوافقنيش عليها يعطي الرأي ديالو في لي كومونتير. غير لي كومونتير بليز. هذيك العينة اللي الكلام ديالها كتلجأ لذاك القاموس الموسخ، راه غادي نقول لكم راه كل شيء، كل ما كاينش مغربي اللي ما كيعرف شيء هذاك المصطلحات اللي كيستعمل. كل دري صغير في الحومه كتسمعو كيخرج على لسانو كلام كتقول منين جابوه. بيان سور جابوه من الوسط ديالو القريب اللي هي الاسره، وعاود تما في الحومه يعني داك الكلام راه متداول. الطفل الصغير راه منين جابوه؟ ما قراش في المدرسه، يمكن سمعوا في ابواب المدارس ولا من صحابو ولا، ولكن راه ما يمكنش يقرا فوق الكتاب. يمكن يقرا بغرير، يمكن راه غير فاتور، ولكن المصطلحات ما تحت الحزام كنظن لا اعتقد ان شي مربي انه غادي يسمح بهذا. يعني راه كاين واحد الحد الادنى، راه رجال التعليم تبارك الله عليهم الله يحفظهم، راكم ما كانوش واقيلا هاد، راه المغربي ما يبقاش يعرف يهضر، يعرف غير يسب. معايا واحد المرافق ما عجبوش الحال. معليش جو شونج. قلت الوجهه هي حاليا هي القصر الصغير، والطريق هذه تقريبا يمكن شي 2 موا ولا 3 موا ما دزتم هنا. الطريق كتبان لي مزيانه التراسيا، ولكن ملي كيسبقك شي كاميون رجعوا عاود هذاك لو كاميون. دابا كنقسم لكم باليمين انني غادي حاليا شحال 30 كيلومتر في الساعه. هذه روت ناسيونال، وشوفوا فين هو يلا الحمد لله غادي يبدل الطريق ديالو. غير ما تزرب شيء ما كلي شيء، يلا دوبل انت مزروب سير. وهنايا السرعه انتما كتشوفوها سي 80. قربت شوف تاكسي معليكش الاسترزاق. احنا على مقربة من المنطقة المعروفة بمسيو قنقوش، سيدي قنقوش، وفيها اون بلاج رفيعة، المياه ديال لا ميديتيراني بيان سور اللي ما كيعرفها شي راه قريبة بزاف لمدينة طنجة. يمكن له يتجنب انه يبقى في لابلاج ديال مدينة طنجة، لان على مستوى جودة المياه ديالها كطرح تساؤلات، حيت بقى كانت المياه ديالها كانت مكرفصة ملوتة. دونك سيدي قنقوش الدخلة ديالها هي فين كاينة هاد الشاحنة هادي اللي امامنا، وفين كاينة واحد السيارة اذا كانت دور اكوش. هادي لا بروميير بلاج ديال سيدي قنقوش، واللي كانوا كيسميوها سابقا ابناء مدينة طنجة بتيليسينكو. وهاد تيليسينكو غادي يعرفوها علاش. وكاينة لا دوزيام بلاج ديال سيدي قنقوش هي هادي اللي اكوش. ما كتبانش مزيان من هنا، ولكن مزيونه اون بلاج حتى هي مزيانه. والدخله ديالها هي فين كاين هاد السياره هادي اللي طلعت، اذا الدخله بي مي اغوش كتمشي بتيت بيست صغيره وتمشي، يعني اي سياره يمكن لها تمشي من تما. الى فيديو اخر، تحياتي.